السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله محاضرة الـ Digestion, Physiology of Digestion, هنتكلم فيها عن Control of Gastric Secretion. هكون معاكم دكتورة ياسمين محمد الحارثي, مدرس الفسيولوجي كلية الطب. الاي لوز اللي نكون عارفينها ان شاء الله بنهايه المحاضره هي is to recognize the different phases of GIT secretion. هنتكلم كمان عن mechanism and causes of vomiting. نبدا الاول بالcontrol of gastric secretion او phases of gastric secretion. المحاضرة اللي فاتت احنا كنا اتكلمنا عن الجاستريك سيكريشن بالكامل, اتكلمنا عن الجاستريك HCL والكنترول بتاعه, اتكلمنا كمان عن الجاستريك انزيمز والميوسن. ازاي بيحصل كنترول بقى للجاستريك سيكريشن دوت, او ايه هي الفيزز اوف سيكريشن, ايه التريجرز اللي بتخلي الستومك تبدأ تعمل سيكريشن للجاستريك جوس. هما 3 فيزز. الفيز الاولانية اللي هي الكيفاليك فيز, اللي هي بتبقى عن طريق الـ higher control, nervous control. الفيز التانية الجاستريك فيز, اللي هو لما بيبدأ الفود يوصل للستومك ويعمل stimulation للريسبتورز جواها علشان أبدأ أعمل initiation للجاستريك فيز. آخر فيز خالص هي الانتستينال فيز, لما بيوصل الفود للانتستين. يبقى هما 3 phases of gastric secretion. اول حاجه كيفاليك phase. كيفاليك phase يعني الفود لسه ما وصلش للاستومك, يعني بمجرد اللي هي زي ما نفتكر كده من salivary secretion, thinking of food, sight, smell, even sound, كل دي الكيفاليك phase. 2 الجاستريك phase, ده بوصول الفود للاستومك. وتلاتة intestinal phase, لما الفود بيوصل للانتستين. طيب يا ترى الفيزز ديت الكنترول بتاعها nervous ولا hormonal؟ مين اللي بيعمل initiation لكل phase فيهم؟ نبدأ الأول بالكيفاليك phase. يا ترى الكيفاليك phase دي nervous ولا hormonal؟ اتفقنا انه كيفاليك يعني الفود لسه ما دخلش الاستومك. انا بس الكيفاليك فيز دي يا اما انا بفكر في الفود thinking, او smell of food, او sight of food, او even hearing the sounds of food. كل ده بيعمل stimulation للgastric secretion في الكيفاليك فيز. طيب هل ده ممكن يكون هرمونال ولا هو merely nervous؟ اكيد طبعا هيبقى nervous. عن طريق مين؟ عن طريق الفيجس نيرف. طيب بالنسبة للجاستريك فيز, الفود اوريدي بدأ يوصل للستومك, معنى كده اني هبدأ اعمل كونتاكت مع الريسبتورز او كونتاكت مع الجاستريك ميوكوزا. بيبدأ يحصل ريليز للجاسترين وهو الكي كنترولر هنا, يبقى معنى كده ان دي هرمونال فيز, كنترولد هرمونال. اخر فيز اللي هي الانتستينال. المحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن شوية انتستينال هرمونز مهمة جدا, اللي هي السكريتين والكوليسيستوكاينين والجي اي بي والفي اي بي والموتيلين كمان. معنى كده انه الانتستين بتفرز هرمونز, بتعمل كنترول برضو او ريجوليشن الجاستريك سكريشن, يبقى الفيز دي كمان هرمونال. يبقى انا عندي 3 فيزز اوف جاستريك سكريشن. ايه هي؟ بداية الكيفاليك قبل ما الفود يوصل للستومك, طالما أنا مفيش ريسبتورز في الستومك ستيميوليتد فمفيش هرمونز, فهي هوصل الريجولاتوري امبلسز دي عن طريق إيه؟ طالما مفيش هرمونز يبقى عن طريق الفيجاس نيرف, يبقى الستيج دي أو الفيز دي is completely nervous. طيب الفود لما بيبدأ يوصل للستومك ومن بعدها كمان الانتستين, يبقى هيبدأ يعمل دايركت ستيميوليشن لهرمونال سيكريشنز. الجاسترين في الستومك هو المسؤول عن الهرمونال جاستريك فيز, الكوليسيستوكاينين والسكريتين والجي اي بي وغيرهم مسؤولين عن الهرمونال برضو ريجوليشن اوف جاستريك سيكريشن في الانتستينال فيز. هنبدأ كلامنا الأول بالكيفاليك فيز. الكيفاليك فيز اتفقنا فيها إن الفود مش هيبقى موجود في الاستومك, الفود لسه ما وصلش للاستومك, تمام؟ ممكن يكون لسه بره جسمي خالص, لسه ما دخلش خالص الماوث أو الأورال كافيتي حتى, فهيبقى فيه مجرد تيست, هيبقى فيه أسفل سميل, هيبقى فيه ثوت أو فود,
هيبقى فيه سايت او فيجن اوف فود، تمام، دوت هيعمل لي conditioned reflex. او ممكن يحصل tactile sensation جوه الماوث، بمعنى ان الفود خلاص بقى موجود في الاورال كافيتي، ده هيعمل لي unconditioned reflex. احنا اتفقنا ان الكيفاليك فيز is purely nervous، طالما nervous فهو reflex. الreflexes اللي انا عارفها انواعها ايه؟ conditioned و unconditioned. نبدأ كلامنا بالconditioned reflex. يعني ايه conditioned؟ يعني هو acquired او learned reflex، ما هوش حاجة inborn، لازم بتعلمها. طالما حاجة بتعلمها يبقى اكيد محتاجة integrity of cerebral cortex، مش بتتعامل على lower level، لا بتتعامل على higher level بتاع cerebral cortex، فعشان هي developed by learning and training، وده طبعا محتاج cerebral cortex. الريسبتورز بتاعتها ايه؟ الريسبتورز زي ما اتفقنا هي نون سبيسيفيك، بتبدا بايه؟ بتبدا حتى بالثينكينج نفسه. ممكن الاوكيولار ريسبتورز لما بشوف الفود، وممكن الاولفاكتوري ريسبتورز، ممكن الهيرينج، كل الحاجات دي هي ستيمولاي، ودي اماكن الريسبتورز. زي ما اتفقنا هي developed by learning او training، زي ما احنا نعرف كلنا عن التجربة بتاعت بافلوف والكلب، ان هو بدأ يربط الفود بصوت جرس، فلما بعد كده بدأ يضرب الجرس لوحده بيبدأ يحصل secretion salivary والجاستريك كمان. يبقى معنى كده ان الريسبتورز عندي نون سبيسيفيك، وبعملها انا بدربها by learning and training. مين الريسبتورز؟ زي ما احنا شايفين من اول الثينكينج، من الهيرينج، الفيجن، كل الحاجات دي بتعمل stimulation للconditioned reflex. طب بالنسبة للـ unconditioned reflex، unconditioned يعني حاجة inborn أو inherent reflex، بيتم على lower level، فمش محتاج integrity of cerebral cortex. السنتر بتاعه هيبقى موجود في الـ vagal nucleus، ده في الـ brain stem، عشان كده اتفقنا انه مش محتاج الـ higher center أو مش محتاج integrity of cerebral cortex. الريسبتورز بتاعتي في الحالة دي specific receptors اللي موجودة في الـ oral cavity اللي هي الـ taste buds، لان الفود اوريدي بدا يدخل الجي اي تي، بدا يدخل الاورال كافيتي، ففي عندي ريسبتورز موجوده اللي هي التيست بادز، هتبدا تبعت افرنت اللي هو عن طريق السيفنث والناينث كرانيال نيرف، والافرنت بتاعها اللي هو الفيجاس هيروح للاستومك تو ستيميليت جاستريك سيكريشن. الانكونديشن ريفلكس تاني التفاصيل ونراجع عليها، مين الريسبتورز؟ الريسبتورز اللي موجوده في الاورال كافيتي. طالما ريفلكس يبقى انا الريسبتور هيبعت عن طريق افرنت. مين الافرنت؟ الافرنت اللي هو 7th و9th cranial nerves، بتروح على السنتر بتاعي اللي هو الفيجال نيرف نيوكليوس في البرين ستيم، يبقى انا مش محتاج الانتجريتي اوف سيريبرال كورتكس. الفيجال نيرف نيوكليوس هيطلع منه الافرنت بتاعي اللي هو الفيجال نيرف او الفيجاس، والفيجاس هيروح على الاستومك يدي يعمل ريجوليشن للجاستريك سيكريشن. نتكلم بقى عن الجاستريك فيز. الجاستريك فيز يعني ايه؟ يعني الفود اوريدي وصل للاستومك. فين في الاستومك اللي هيبدا يحصل فيها ستيميليشن لبدايه الجاستريك فيز؟ البايلوريك انتروم. احنا اتفقنا في المحاضره اللي فاتت ان الاستومك بقسمها لاجزاء كتير، الجزء الاخير تقريبا منها قبل ما اوصل للديودنم هو البايلورس. البايلوريك انتروم هو الجزء اللي ما بيوصل الفود ليه بتبدا الجاستريك فيز اوف كنترول اوف جاستريك سيكريشن. اتفقنا برضو ان طالما انا وصلت فهعمل ستيميوليشن لريليز اوف هرمونز، فدي هرمونال فيز معتمده مينلي على الجاسترين، جاسترين هرمون. في عندي كذا نوع من الجاسترين على حسب السيلز اللي بتعمله سيكريشن. المين فورم او الموست اكتف فورم هو G17، تمام. في عندي انواع تانية زي G14 دوت ليس بوتنت، الموست امبورتنت والموجود اكتر وبيشتغل اكتر هو G17. عشان نفهم ايه الميكانيزم اللي بتساعد على الريليز اوف جاسترين، عايزين نفتكر الدايجرام اللي قدامنا ده.
دايجرام ده احنا كنا اتكلمنا عنه في الفاكتورز اللي بتعمل استيميليشن للجاستريك اتش سي ال ريليز. وقتها قلنا انه الجاسترين از ا بوتنت ستيمولس فور جاستريك اتش سي ال ريليز. النهارده كمان عرفنا اكتر عن الجاسترين ان هو اللي مسؤول عن الجاستريك فيز اوف سيكريشن. تمام. طيب الجاسترين ريليز ده بيحصل منين؟ بيحصل من الجي سيلز زي ما اتفقنا في المحاضرة اللي فاتت. طب ايه الستيمولاي اللي بتخلي الجي سيلز produce جاسترين؟ واحد، في كيميكال ستيمولاي بتشتغل بشكل دايركت على الجي سيلز. ايه الكيميكال ستيمولاي؟ اللي هو الفود اللي موجود جوه الاستومك، البيبتايدز والامينو اسيدز اللي موجوده جوه الاستومك بتعمل دايركت ستيميوليشن اوف جي سيلز تو ريليز جاسترين. طب هي دي الطريقة الوحيدة؟ لأ، في طريقة تانية اللي هي الديستنشن أو الميكانيكال ستيميوليشن أوف ميكانو ريسبتورز اللي موجودة في الاستومك. هتعمل تو تايبس أوف ريفلكسز، اللوكال انتريك ريفلكس، وهتعمل فاجو فيجال ريفلكس، هتعمل ستيميوليشن للفيجاس. الاتنين eventually هيوصلوا لي impulses لحد الجي سيلز تعمل لها ستيميوليشن عشان تعمل ريليز تاني للجاسترين. بيحصل ايه بعد كده؟ الجاسترين دوت هرمون، طالما هرمون هيبقى released into the blood وهيوصل بعد كده للجاستريك glands عن طريق السيركيوليشن ويعمل stimulation of gastric secretion. يبقى كده ايه هي الاستيمولاي for gastrin release؟ اتفقنا ان هو البايلوريك stimulation by food، هو اللي هيعمل stimulation للجاسترين release اللي مسؤول عن الهرمونال stimulation في الجاستريك فيز اوف جاستريك سيكريشن. طيب البايلوريك ستيميوليشن باي فود ازاي؟ الفود يا اما هيعمل كيميكال ستيميوليشن او ميكانيكال ستيميوليشن. ميكانيكال عن طريق الديستنشن هيعمل ستيميوليشن للستريتش ريسبتورز، والكيميكال عن طريق البرودكتس اوف بروتين دايجيشن. البايلوريك ستيميوليشن بقى دوت هيشتغل ازاي؟ يا اما هيعمل دايركت ستيميوليشن للجي سيلز انها تطلع الجاسترين، او نيرفوس ستيميوليشن اوف جي سيلز انها تطلع الجاسترين. النيرفوس ستيميوليشن دوت ازاي؟ يا اما عن طريق اللوكال انتريك ريفلكس، انه لما بيبدا يحصل ديستنشن ويحصل ستريتش هيعمل ستيميوليشن للستريتش ريسبتور، الفود يعمل ستيميوليشن للريسبتورز دي. هبدأ أشتغل عن طريق السابميوكوزال والماينتريك نيرف بلكسسز اللي هتبعت في الآخر إفرنت للجي سيلز يطلب منها إنها تعمل ريليز للجاسترين. رقم اتنين، ممكن أبعت إفرنت، ده لوكال انتريك ريفلكس طبعا. رقم اتنين، ممكن أبعت إفرنت عن طريق الفيجاس نيرف، والفيجاس هيبعت إفرنت بوست جانجليونيك نيرف فايبر للجي سيلز علشان يعمل ستيميوليشن للريليز أوف جاسترين. في الاخر ده فاجو فيجر ريفلكس. في الاخر الجاسترين دوت لما هيبقى ريليزد هيطلع على السيركيوليشن علشان يعمل ستيميوليشن للجاستريك جلانز انها تو ريليز الجاستريك سيكريشن. يبقى ملخص الجاستريك فيز، اتفقنا ان هي هرمونال فيز بتبدا بوصول الفود للاستومك تحديدا البايلوريس. بيحصل ايه؟ الفود اللي موجود في البايلوريس دوت بيعمل كيميكال وميكانيكال ستيميوليشن. الكيميكال والميكانيكال دول هيعملوا لي دايركت ستيميوليشن للجي سيلز ونيرفس عن طريق لوكال انتريك وفاجو فيجال ستيميوليشن. الجي سيلز هتطلع جاسترين انتو ذا سيركيوليشن، هيوصل للجاستريك جلاند يعمل ستيميوليشن للجاستريك سيكريشن. باقي اخر فيز في الجاستريك سيكريشن هي الانتستاينال فيز، بوصول الفود للانتستين تحديدا الديودرم مينلي. الفيز دي زي ما اتفقنا هي هرمونال فيز. بيحصل ايه فيها؟ الفود لما هيوصل للديودنم زي ما احنا شايفين هيعمل stimulation of release of intestinal gastrin. نوع تاني من الجاسترين اسمه G34 غير G17 والG14 اللي اتكلمنا عنهم في الجاستريك فيز. هيخرج منين؟ ده بيخرج من الديودنال ميوكوزا، هيخرج على البلود طبعا لانه هرمون، ومن البلود يوصل للجاستريك جلاند عشان يعمل stimulation of secretion.
To sum up, regulation of gastric secretion بيتم في 3 phases. أول phase منها هي الكيفاليك phase قبل ما الفود يوصل خالص للستومك، either بدأ يدخل للبكال كافيتي أو even قبل ما يدخل في conditioned reflex. طالما أنا لسه ما وصلتش للستومك ولا عملت stimulation للريسبتورز اللي موجودة جواها، يبقى أكيد ده بيتم عن طريق nervous reflexes، فthis phase is completely nervous. طالما nervous يبقى reflexes، يبقى هي either conditioned or unconditioned. الفيز الثانية أما الفود بيبدأ يوصل للستومك فهي الجاستريك فيز. في الجاستريك فيز بيحصل stimulation، الفود نفسه بيعمل stimulation للجي سيلز إنها to release gastrin. الستيميليشن ده يا إما عن طريق direct effect أو عن طريق nervous stimulation بلوكال enteric أو vagovagal reflexes. بعمل stimulation للجي سيلز إنها تطلع gastrin. جاسترين هرمون دوت بيوصل للجاستريك جلاند عن طريق السيركيوليشن عشان يعمل استيميليشن للجاستريك سيكريشن. يبقى الفيز دي is completely hormonal، الكي بتاعها هو الجاسترين هرمون. اخر فيز خالص لما الفود بيوصل للانتستين للديودينم بيعمل برضو استيميليشن of release of intestinal gastrin، هو المسؤول عن الفيز دي. يبقى برضو الفيز دي is completely hormonal. مش عايزين نتلخبط بين الريجوليشن of gastric secretion اللي هو الثري فيزز اللي قدامنا والريجوليشن of gastric acidity او regulation of gastric HCl secretion. الجاستريك HCl كان له 3 stimulatory factors اللي هم الجاسترين اللي اتكلمنا عن تفاصيله تاني النهاردة، والأسيتايل كولين اتكلمنا برضو شوية عنه انه النيرفوس stimulation بيعمل release للجاسترين، والأسيتايل كولين نفسه كمان بيعمل stimulation للrelease of gastric HCl direct على السيلز نفسها، واخر واحد فيهم كان الهستامين. طيب وكان في له 3 inhibitory factors. مين 3 inhibitory factors؟ كان في الانتستينال هرمونز. انتستينال هرمونز قلنا منهم النهارده الجاسترين، انتستينال جاسترين، بس في عندي other hormones اللي هي لو نفتكر السكريتين، كوليسيستوكاينين، الجي اي بي والبي اي بي والموتيلين، دول كانوا بيعملوا inhibition للجاستريك اتش سي ال. كان في عندي كمان nervous reflexes بتعمل inhibition للسكريشن، وآخر واحد فيهم كان البروستاجلاندنز. هنتكلم في الجزء الثاني من المحاضرة عن الفوميتنج أو إميسز، ده الاسم الثاني ليها هو إميسز. هنتكلم عن الفوميتنج في إيه؟ هنتكلم من أول الديفينيشن بتاعه، ميكانيزم إزاي بيحصل فوميتنج، وإيه هي الكوزز أوف فوميتنج. نبدأ بالdefinition of vomiting أو emesis. هو إيه؟ هو outward expulsion of gastric content through the esophagus into the mouth. إيه هي الميكانيزم؟ إزاي بيحصل vomiting؟ There are three phases of the vomiting reflex. These are the pre-ejection, ejection, and post-ejection phases. Nausea often, but not always, precedes vomiting, and it's often accompanied by other symptoms such as increased salivation, shivering, fast heart rate, palpitations, and the stomach movements slow right down. Deep inspiration, or drawing a deep breath in, is occurring. Food contents begin to move from the small intestine into the stomach, because of reverse peristalsis. The pyloric sphincter, which is the valve that separates the stomach and small intestine and the stomach wall, relax, allowing food contents to fill the stomach. An involuntary reflex called retching marks the beginning of the ejection phase. In retching, there is an intense rhythmic contraction of the muscles of the chest wall, diaphragm, and abdomen. The pyloric sphincter is closed off, the pressure within the abdomen rises, and the pressure within the chest or thorax is lowered. This intense contraction of abdominal wall muscles during retching forces the content of the stomach into the esophagus. Indeed, the contractions are so strong that the top of the stomach temporarily prolapses into the esophagus. During retching, the glottis, which is the opening between the vocal cords, closes off so that food doesn't go into the airways. A feeling of fatigue and muscle weakness
marks the beginning of the post-ejection phase after stomach contents have been expelled. During this post-ejection phase, the airways are still protected as the larynx rises and the upper esophageal sphincter closes off. This cycle of pre-ejection, ejection, and post-ejection can repeat again and again until all the stomach contents have been expelled. There are يبقى زي ما شفنا في الفيديو ايه هي الميكانيزم of vomiting. الvomiting بيبدأ بالaccumulation of food into the stomach، هيبقى جاي من الانتستينال عن طريق الrelaxation of the pyloric sphincter. هيحصل بعد كده ايه؟ ان البودي of the stomach والcardiac sphincter كمان هيحصل لهم complete relaxation. زي ما خدنا بالنا الstomach هنا is completely passive. pyloric antrum يبدأ يحصل له contraction، فخلاص كده مفيش more intestinal، طالما ال stomach is filled no more food from the intestine هيوصل. هيبدأ يحصل forced inspiration followed by apnea، يعني معنى كده ان انا حركت الديافراجم into the abdominal cavity، نزلته لتحت علشان اعمل ازود pressure جوه الابدومن. هيحصل كمان contraction للabdominal muscles، فمعنى كده انه بدأت اضغط على الاستومك وهيحصل pressure جامد عليها، تبدأ تعمل ايه evacuation of the stomach content into the esophagus. انا عملت pressure عليها، زودت عن طريق زيادة الانترا abdominal pressure بحركة الاسophagus downwards secondary للdeep inspiration والapnea اللي بعدها، وعن طريق contraction بتاع الabdominal muscles هعمل squeezing للcontent بتاعت الstomach into the esophagus، وبيساعدني طبعا ان انا عملت relaxation للcardiac sphincter اللي بين الاسophagus والstomach. لازم يحصل protective reflexes كمان علشان تمنع الpassage of food into the nasal cavity او التراكيه، اللي هي ايه؟ زي ما خدنا بالنا انه هيحصل closure للglottis
و elevation of the larynx عشان اقفل التراكية فما دخ... ما... ما... الفوميتس ما تخشش الـ airway ويحصل كمان elevation للـ soft palate لو نفتكر الـ soft palate ديت كانت بتقفل لي الفارينكس عشان تحدد الـ pathway سواء انا بين من النوز للتراكية ولا من الماوث للأسافجس فلما هقفل الـ soft palate الفود اللي خارج او الفوميتس اللي خارج هيطلع للماوث مش للنوز الكونتراكشن بقى زي ما اتفقنا دوت هيزود جدا الانترا ابدومينال بريشر فهيضغط على الاستومك تطلع الكونتنت بتاعتها للاسافجس ومن الاسافجس للماوث واوتورز لما الاستومك بيحصل لها كومبليت امتيينج ممكن يحصل تاني انتستاينال سايكل تانية اوف انتستاينال انتي بيرستالسيس او موفمنت للانتستين والانتستاينال كونتنت تاني يدخل لجوه الاستومك طبعا لازم يحصل ريلاكسيشن للبايلوريك سفنكتر ونعيد تاني السايكل بتاعتنا يبقى قلنا تاني ادي الفيزز بتاعتنا اول فيز خالص اللي هي الانتستينال بريشر بيزيد ببدا احرك الفود من الانتستين باكوردز اللي بيحركهولي حاجه اسمها انتي بيرستالسيس يعني حركه معاكسه للانتستين مش الحركه الطبيعيه مش البيرستالتيك موفمنت الطبيعيه بتاعتها انتي بيرستالسيس مع ريلاكسيشن اوف ذا بايلوريك سفنكتر اللي بين الاستومك والانتستين يرجع الفود تاني على الاستومك او يرجع الانتستينال كونتنت على الاستومك when the stomach is filled هيبدا يحصل ايه هبدا يحصل للاستومك نفسها ريلاكسيشن للاستومك وول ريلاكسيشن للكاردياك سفنكتر اللي بين الاسافجس والاستومك والبايلوريك سفنكتر هيقفل فانا ما فيش كده اي طريقه اني احرك الفود من الاستومك للانتستين والاستومك is completely relaxed هيحصل ايه هيحصل deep inspiration وابنيا يعني كده الدايفراجم انا ثبته الدايفراجم ثبته في lower aspect يعني زودت الانترا ابدومينال بريشر معاها كمان contraction of the abdominal wall muscle اما يزيد البريشر كده على الاستومك مفيش قدامي غير طريق واحد افضيها عن طريق ايه الكاردياك سفنكتر هيطلع عن طريق الاسوفجس ومن الاسوفجس للماوث واوتوردز ازاي اضمن انه عن طريق الماوث بس مش هيوصل للنوز ولا للتراكية عن طريق البروتكتيف ريفلكسز اللي بتحصل مع الفوميتنج اللي هي ايه كلوجر السوفت باليت هتتحرك عشان تمنع الفوميتس انها تطلع للنوز والجلوتيس هتقفل واللارينكس هتقفل عشان تمنع ان انا اوصل للتراكية الاستومك هنا لو خدنا بالنا ونأكد جدا على المعلومة دي الاستومك نفسها ما حصلش فيها اي contraction بالعكس الاستومك كانت completely relaxed during the process of vomiting فالاستومك is passive during emesis طب ايه هي ال causes of vomiting The emetic response involves coordination of two different pathways and their receptors by an area in the brainstem known as the emetic center. Now those two different pathways are the central and the peripheral pathway. In the central pathway, the signals that trigger vomiting come directly from areas of the brain itself, such as the cerebral cortex, higher parts of the brainstem, thalamus, hypothalamus, and the vestibular system. They directly go to the emetic center. On the other hand, in the peripheral pathway, the signals that trigger vomiting are carried by long nerves such as the vagus and splanchnic nerves from receptors in the gut itself. These peripheral pathway signals can go directly to the emetic center, or they can go first to a specific area of the brainstem known as the chemoreceptor trigger zone.
يبقى زي ما شوفنا أنا بقسم الكوزز بتاعة الفوميتنج لسنترال أو ريفليكس، على حسب إيه؟ على حسب أنا إزاي حصل استيميليشن للفوميتنج. اتفقنا إن في عندي حاجة اسمها الفوميتنج سنتر موجودة في البرين ستيم. الفوميتنج سنتر لو حصل له دايركت استيميليشن فبسمي دوت سنترال فوميتنج. لو حصل له ريفلكس استيميليشن عن طريق افرنس جاية من مكان تاني غير الفوميتنج سنتر نفسه، دي بسميها ريفلكس فوميتنج. طيب السنترال فوميتنج دوت هيحصل ازاي؟ انا بعمل استيميليشن للفوميتنج سنتر عن طريق كيميكالز او ميكانيكال استيميليشن، لسه هنتكلم عن تفاصيلهم. الريفلكس فوميتنج طالما ريفلكس احنا اتعودنا انه دايما بيبقى فيه كونديشند وان كونديشند فورم. الكونديشند بتاعه يا اما هيجي الان كونديشند بعتذر، يا اما هيجي من الجي اي تي نفسه، الامبلس جاي من الجي اي تي نفسه فبسميها انترنسيك، او الامبلسز جايه الافرنت امبلسز جايه من بره الجي اي تي فبسميها اكسترنسيك ريفلكسز. نتكلم بالتفصيل الاول عن الريفلكس فوميتنج. اتفقنا ان انا بيبقى عندي هو ليه ريفلكس، لان مش بيحصل دايركت ستيميليشن للفوميتنج سنتر، لا انا ببعت له افرنت امبلس يعمل له ستيميليشن. الافرنت امبلس دوت هيجي بشكل كونديشند او انكونديشند طالما انا ريفلكس. unconditioned reflex هيبقى في عندي afferent excitatory impulses هتعمل stimulation لل vomiting center. اتفقنا ان السورس بتاع الافرنت دوت ممكن يكون الجي اي تي نفسه، زي المثال الاشهر اللي هو الجاج ريفلكس لما بعمل stimulation او irritation ال posterior part of the tongue، او في حالات الجاستريك irritation as an example، يعني ده هيعمل لي intrinsic reflex vomiting. طيب لو الافرنت امبولس جايلي من مكان تاني غير الجي اي تي بسميها اكسترنسيك ريفلكس فوميتنج. دوت زي مثال عليه مثلا زي حالات السيفير بين مثلا زي الرينال كوليك، ده هيعمل اكسايتاتوري افرنت امبولس للفوميتنج سنتر. طالما بعت افرنت الفوميتنج سنتر ما هوش دايركت ستيميليشن فانا بسميه ريفلكس فوميتنج. طيب كده احنا اتكلمنا عن unconditioned reflex. ممكن يكون conditioned، ايوه ساعات كتير بنشم ريحة او بنشوف حاجة ممكن تعمل trigger للvomiting. طبعا ده محتاج learning علشان ابقى عارف ان دي بتعمل لي trigger للvomiting، تمام؟ يبقى محتاج higher control للcerebral cortex. خلاص يبقى ده conditioned reflex. هيبدأ يحصل ايه؟ اما بشوف او بعمل سمال مثلا الـ unpleasant thing ده هيبقى transformed بالcerebral cortex نفسها لكده stimulus، يبعت للـ vomiting center يعمل stimulation للـ vomiting. يبقى reflex vomiting تاني، يبقى في afferent رايح للـ vomiting center. ممكن يكون unconditioned intrinsic، unconditioned extrinsic، او conditioned reflex. بالنسبة للcentral vomiting، الcentral vomiting بيحصل لما بعمل أنا direct، بيحصل direct stimulation على طول للـ vomiting center، أو ممكن يحصل stimulation لـ adjacent receptor، لـ adjacent center مسؤول برضو عن الـ vomiting اسمه chemoreceptor trigger zone. الchemoreceptor trigger zone بتبعت impulses للـ vomiting center. يبقى لما بيحصل direct stimulation لـ either of the centers سواء الـ vomiting أو الـ chemoreceptor trigger zone بيحصل central vomiting، تمام؟ الـ chemoreceptor trigger zone مش بيشتغل by itself، لا هو بيبعت excitatory impulses للـ vomiting center. طيب ايه هي الستيمولاي اللي بتعمل لي central vomiting؟ ممكن تكون central mechanical stimuli أو central chemical stimuli. يعني ايه central chemical؟ حاجات كيميكالز معينة مثلا زي دراجز معينة زي الديجيتالس والابومورفين ممكن تعمل ستيميليشن للفوميتنج سنتر او الكيموريسبتور تريجر زون. وفي عندي الميكانيكال سنترال ميكانيكال فوميتنج لما بيحصل مثلا كومبريشن او اريتيشن للفوميتنج سنتر او للكيموريسبتور تريجر زون، اشهرها مثلا حالات الانكريز انتراكرينيال بريشر او المينينجايتس، الاثنين بيعملوا اريتيشن او كومبريشن للسنترز اللي موجودة عندي، تمام؟ في الحالة دي ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجة كاركترستيك جدا، ان الفوميتنج بيبقى projectile، بيبقى strong، بيبقى sudden، it's not preceded by nausea زي ما اتكلمنا في الميكانيزم النورمال بتاعتي.
يبقى تاني ده central vomiting بيحصل عن طريق direct stimulation of vomiting center أو chemoreceptor trigger zone، بيحصل عن طريق chemically عن طريق drugs مثلا زي الإيبومورفين أو الديجيتالس أو غيرهم، وممكن يحصل ميكانيكالي عن طريق الكمبريشن أو الإيريتيشن بتاع الفوميتنج سنتر سواء بزيادة الانتراكرينيال بريشر أو مثلا في حالات المينينجايتس. يتميز جدا جدا الميكانيكال السنترال فوميتنج إن هو بروجكتايل، ده كاركترستيك للسنترال ميكانيكال فوميتنج. كده نكون خلصنا محاضرة النهاردة، اتكلمنا فيها عن regulation of gastric secretion وقلنا انه بيتم في 3 phases: cephalic nervous, gastric hormonal gastrine و intestinal hormonal برضو عن طريق intestinal gastrine. اتكلمنا فيها عن vomiting definition الميكانيزم بتاعته، واكدنا جدا ان stomach بتكون passive، وبتأكدنا ان في protective reflexes عشان تحمي airway من vomitus return جواها. واتكلمنا كمان عن causes of vomiting وقلنا على حسب هي بتعمل direct stimulation in vomiting center ولا reflex stimulation بقسمها لـ central و reflex. شكرا جزيلا لحضراتكم.